محاولات الجيش فتح أوتوستراد طرابلس عكار شمالاً. إذن هذه الصور منذ قليل بعد محاولة الجيش فتح الأوتوستراد الواصل بين طرابلس وعكار في شمال لبنان، والتي تحدثت بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن سقوط إصابات خلال محاولة الجيش هذه. وهذه الإصابات وقعت جراء استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الجيش عند محاولته فتح الطرقات بالقوة، هذا نقلا عن وسائل إعلام لبنانية. إذا صحت هذه الأنباء وأدت فعلا يعني هذه محاولات الجيش فتح الطرقات بالقوة إلى سقوط إصابات، تكون أول حادثة من نوعها خلال هذه التظاهرات في يومها العاشر.